السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معانا يونت 1 ليسون 4 الدرس الرابع، كمالة القصة اللي كانت هاي اللي فاتت. افتح معايا صفحة 20. دول listen and discuss، استمع ويناقش. Later، فيما بعد. ماما بتقول ايه؟ ها مام، we are in سلمية، نحن نكون في السلمية. بولي، are there shops in Kuwait؟ هل يوجد هناك محلات أو أسواق في الكويت؟ حياة ردت قالت ايه؟ yes there are، نعم هناك يكون او يوجد هناك. there are shops in سلمية، هناك محلات في السلمية. بولي، I like shopping، انا احب التسوق. I want to buy a necklace. Necklace. أنا أريد أن أشتري. أشتري إيه؟ اللي هي يا أولاد السلسلة، هي القلادة، العقد اللي بتلبس على الصدر. طيب احنا ممكن نعمل طريقة جديدة، هنكتب كل دوت كده. طيب حيا قالت ايه؟ let's find a shop that sells necklaces. هنكتب ده كله في الكراسة بتاعتي في الدرس الجديد بتاع النهاردة علشان احفظ معاني الكلمات، احفظ معاني الكلمات. احفظ معاني ايه يا اولاد؟ الكلمات. اهي الجملة مكتوبة عندي. ها هيا بنا، ها نكتب ايه؟ هنكتب معناها اهو، هيا بنا. نجد. نجد محل. ها كل ده معناه محل. ها الذي. ها نكتب الذي. ها يبيع. نكتب معناها يبيع. ها بعد كده سلاسل اللي هو العقد. ها سلاسل. كده احنا قرأنا وعرفنا معاني الكلمات كلها. هيا بنا نجد محل، واللي هو بيعمل ايه؟ يبيع سلاسل. طبعا احنا هنا عايز تعمل جدول، عايز تعمل جدول كده وتعمل كلمات ومعناها، او عايز الطريقة دي، يعني الاتنين صح. ممكن اعمل جدول كده الطريقة هي العادية واكتب معاني الكلمات. يعني هنا بقى هعمل ايه؟ هقول له هكتب له كلمة let's. هكتب كلمة let's، وهكتب كلمة find، وهكتب كلمة shop، وهكتب كلمة that،
ها كلمة سيلز، كلمة ايه؟ نيكلاسز. خلاص عايز بقى تكتب المعاني طبعا بالطريقة دي، دي صح ودي صح. وهنا يجد محل الذي يبيع سلاسل. كده انا عملت الطريقتين. ممكن تكتب الجملة اللي موجودة عندي اهي، ممكن اكتبها في الكراسة واكتب معانيها كل كلمة تحتها، معنى كل كلمة تحتها. اما اعملها في جدول، اكتب كل كلمة دي اقراها ليتس اكتبها في الجدول، افايند اكتبها في الجدول، اشوف اكتبها في الجدول، ذات اكتبها في الجدول، سيلز اكتبها في الجدول، نيكلسز اكتبها في الجدول. ابدا بقى اترجم، هيا بن اكتبها جنبها هيا بن، نجد اكتب جنبها نجد، محل اكتب جنبها محل، الذي اكتب جنبها الذي، يبيع اكتب جنبها يبيع، سلاسل اكتب جنبها سلاسل. كده انا عرفت الجملة كلها ومعنى كل كلمة في الايه؟ في الجملة. طب تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. ها يلا كده مع بعض الطريقة بتاعتنا يا احبابي. ها انا همشي على الطريقة دي. بولي ده طبعا اسمه واحد اسمه بولي، دي مش صعبة عليا. دوت الشخص بولي، انتوا عارفين بولي اللي هو كان مين؟ البغبغان، اسمه بولي. بغبغان اسمه بولي. تراي اون يعني قيس، بيقول له قس، يعني واحد هيمسك حاجة ويقيسها. ها يلا اشتغل معايا، اكتب معناها تحتيها. ها معناها قس، قس يعني قيس الحاجة دي. ها هذه السلسلة. يبقى كده بيقول له ايه؟ بولي قس هذه السلسلة. الجملة اللي بعدها What about this blue necklace؟ قال له ايه؟ ماذا؟ عن هذه السلسلة. ها ماذا عن هذه السلسلة؟ ها الزرقاء. شفت انا كتبت ازاي؟ برغم اني كتبت الزرقاء قبل السلسلة، لكن هقراها السلسلة الزرقاء، ما اقولش الزرقاء السلسلة، عشان دي اسم بيتوصف بانه ازرق. بالانجليزي بكتب الزرقاء الاول وبعد كده السلسلة، اجي اقراها هقول السلسلة الزرقاء. طيب ده بولي بيقول له، علي بيقول له ماذا عن هذه السلسلة الزرقاء؟ بولي قال له ايه؟ ها بولي رد عليه قال له ايه؟ تعالوا نشوفها كده. بولي بيقول له ايه؟ بولي هيقول له، ها هنكتب يعني انت هتكتبها في الكراسة، هتكتب الجملة في الكراسة او هتكتب معناها كل كلمة. بولي قال ايه؟ No, I like this big pink one. No, I like this big pink one.
أمنو لا أنا أحب هذه هذه الواحدة. شفت أنا ترجمت إزاي؟ الاسم الأول ده بيتكتب كله في الآخر، وبعديها الواحدة الإيه؟ الوردية اللون، الوردية الكبيرة. كتبت الإيه؟ الكبيرة، وبعد كده الوردية، وبعد كده الواحدة عشان الصفة بتيجي قبل الاسم، وبعد كده قررت من العربي من الايه الواحدة الوردية الكبيرة. لا انا احب هذه الواحدة الوردية اللون اللي حجمها ايه كبير. خلاص ها بعد كده بيقول لي ايه ها complete using there is there are، اكمل باستخدام يوجد مع is ويوجد مع are. طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي هنا not a boat in the sea، يوجد مركب في البحر. هقول له there is ولا there are؟ there is بيستخدم مع المفرد، مع المفرد يعني يكون في حاجة واحدة، إنما there are بتستخدم قبل الاسم الجمع يعني يكون في أكثر من إيه؟ أكثر من واحد، أكثر من واحد، 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية. يبقى إحنا هنستخدم there is قبل الاسم المفرد، وهنستخدم there are قبل الاسم الجمع. طب أنا عندي هنا about، الله يا دي بتحدد على طول إن الاسم بيكون مفرد، معناها إن هو حاجة واحدة، مركب واحد في البحر، يبقى أنا هستخدم there is. يبقى أنا هكتب هنا، هكمل الجملة باستخدام there is. طيب إنما هنا بيقول لي يوجد nice places in Kuwait، أماكن لطيفة في الكويت. أماكن، أماكن ده اسم جمع، أماكن يبقى أخد مين؟ مين اللي بيجي قبل اسم الجمع؟ أهي there are، there are كده. كون حلينا التمرين دوت، نشوف التمرين اللي بعده. يقول لي write the first letter the letters then read، اكتب الحروف الاولى ثم اقرأ. هنكتب الحروف الأولى من كل حاجة وبعد كده هنقرأ. طب امسك القلم الرصاص بتاعك، دي اسمها كايت، أول حرف في الكلمة إيه؟ كي. دي اسمها أمبريلا، أول حاجة اسمها إيه؟ يو. دي اسمها ويل، بئر، أول حرف إيه؟ دبليو. دي أبل، أول حرف فيها إيه؟ الإيه. ها ده إنك، حبر، أول حرف فيها الآي. ها تو، أول حرف فيها تي. تعالوا بقى نقرأ كده، ها كو، ها كو ويت، كويت. كده أكون خلصت الدرس الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.